السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة أسرار العالم الروحاني. درس يومنا بفضل الله تعالى عن مفاتيح الفرج، 10 مفاتيح بإذن الله تعالى. ولكن قبل ما نبدأ أنا أتمنى من كل من يشاهدنا إن كان لم يشترك في القناة فليشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد فضلا وليس أمرا، وادعم الفيديو باللايك وشارك الفيديو، خلي غيرك يستفيد بإذن الله تعالى. وكما تعودنا مفتاح كل شيء الصلاة على الحبيب المصطفى، اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، وغشيه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عزه من كل سوء، اللهم فرد كربنا كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم بفضل الله تعالى مفاتيح الفرج 10 كما ورد في القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم. المفتاح الأول سورة الفاتحة، فيها سر عجيب وهي الكافية الشافية وهي رقية. المفتاح الثاني قول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، قال صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة قولي في القرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. المفتاح الثالث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال صلى الله عليه وسلم كلمة أخي ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه إلا فرج الله عنه. المفتاح الرابع حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن الله قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضلا لم يمسسهم سوء. المفتاح الخامس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنها كنز من كنوز الجنة كما في الصحيحين. المفتاح السادس كسرة الاستغفار، كسرة الاستغفار، فإن من أكثر من الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وبسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. المفتاح السابع حديث البخاري لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. المفتاح الثامن الحديث في الصحيحين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. المفتاح التاسع يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، وهو من دعاء الاستغاثة وكشف الكرب كان يقوله صلى الله عليه وسلم. المفتاح العاشر اللهم رحمتك أرجو فلا تكن لا نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله ولا لا إله إلا أنت، اللهم برحمتك أرجو فلا تكدني لنفسي طرفة عين واصلح لي شأن كله لا إله إلا أنت. هذه العشر مفاتيح. هارون الرشيد على الفراش الموت قال لإخوانه من حوله أريد أن أرى
قبري الذي أدفن فيه. فحملوه إلى قبره، فنظر إلى القبر وبكى، ثم التفت إلى الناس من حوله وقال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم رفع رأسه إلى السماء وبكى وقال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد أزال ملكه. فاعلم أيها المسلم إن الليل مهما طال فلابد من طلوع الشمس، وأن العمر مهما طال فلابد من دخول القبر. أكثروا من ذكر هذه للذات الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة إسرائيل، فقال: يا محمد، اقرأ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وإنها كيعان، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكلما قال هذا الصديق غرست له ولك شذرة في الجنة، كما في الصحيح المسلم. من دل على الخير فله مثل أجر فاعله، فربما كنت نائما أو تتناول طعامك أو منهمك في عمل والله يغرس لك في الجنة بسبب أقوام دللتهم فتفطنوا للذكر. اللهم سق خطانا واخطي من نحب إلى عتاب الجنة ونعيمها الأبدي. اللهم أمين يا رب العالمين. هذا درس يومنا اليوم بفضل الله تعالى. أتمنى من كل من يشاهدنا يكون استفاد من الدرس بإذن الله تعالى. وأتمنى من كل من يشاهدنا إن كان لم يشترك في القناة فليشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، وادعم الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا، وشارك الفيديو خلي غيرك يستفيد، واستفسار أو أي شيء يسأله اكتبوا في التعليقات وسوف راح أرد عليكم بإذن الله تعالى. وعاشقين سيدنا محمد وآله صلوا عليه، صلي على الحبيب المصطفى في التعليقات. وكما تعودنا مفتاح كل شيء الصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشيه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عزه من كل سوء. اللهم فرد كربنا كما وعد، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفي صندوق الوصف سايب لكم طرق كثيرة للعلاج والمس والسحر والحسد والقرين والوسواس والتابعة، وطرق كثيرة داخل القناة في أسرار العالم الروحاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة أسرار العالم الروحاني.